واو، لقد أتوا إلي. أنا آتية. أفتح. طاب مساؤك. شكرا لك. كل هذا لي. الآن سأصلح هذا السرير قليلا. بماذا تفكر؟ أرتدي القفازات وأبدأ العمل. الآن سأصنع سريرا مثاليا، لهذا أنا بحاجة إلى هذه الأشياء. سأسقط. كوني حذرة. كل شيء على ما يرام، لا ضرر. نواصل. هل أنت بخير؟ نعم نعم، كل شيء على ما يرام. وجدت أشياء مهمة جدا عن البناء خاصتي، سأضعهم هناك. وواحدة أخرى. والآن لنبدأ بالعمل. أنا أسقط. لقد قلت لك انتبهي. كل شيء على ما يرام. الآن سأرمي هذه في القمامة وأصنع سرير رائع. نعم سهل جدا، أحتاج إلى إصلاح القضبان. وهذا نصف العمل. نعم عمل عظيم. مثالي، فقط جاهز. واو أنا أيضا أريد. أستطيع بسهولة حل الموضوع. وصلوا بالفعل. تفضلوا، هذه أموالكم. سنفعل كل شيء أنستي. شكرا لك. ما هذا؟ كان ثقيلا. كيف ذلك؟ واو رائع. نعم نعم، لا شيء مثير للدهشة. سأحصل على أفضل سرير. ووضع أيضا الأزهار. نعم نعم، أحسننا عملا. كل شيء جاهز. اللمسات الأخيرة. وانتبهوا إلى أعينكم. واو، لا تحسدينني، لا يزال لدي أفضل سرير. من الصعب الجلوس هنا، غير مريح. أما هنا رائع جدا، لماذا تنظري إلي؟ حسنا حسنا، ماذا علي أن أفعل؟ يمكنني استخدام هذا الستائر. الآن سيكون سريري جميل. وماذا إذا أخذت شيئا آخر؟ هذا رائع أيضا. الآن علينا تثبيت كل شيء بمساعدة خرازة الأوراق. لنذهب للعمل. الستارة الأولى جاهزة، والآن الثانية. انتهيت، الآن جاهز. لماذا رميت الدباسة علي؟ واو. الآن سأفاجئ الجميع. الشيء الرئيسي هو الربط بإحكام، والطرف الآخر أيضا. لدي أرجوحة جميلة الآن، أستطيع أن أستريح عليها. صنعت لنفسها أرجوحة شبكية. لا تحسدينني. كم أشعر بالملل. فكرة، لست بحاجة إلى الأرجوحة الآن. سأصنع طاولة من هذه المنضدة وهذا القماش. يجب أن يكون جميل. والآن سأضيف بعض الأشياء. طقم شاي مذهل وأكواب لطيفة. مرحبا بكم في حفلة الشاي يا أصدقائي. روضة أطفال، حفلة الشاي. لدي فكرة أفضل، أريد الاستماع إلى الموسيقى. بالتأكيد سوف تحسدني. مرحبا. تفضل ضعهم هنا. هل لديكم حفلة اليوم؟ أي حفلة بدون أضواء. شكرا لك، أحسنت عملا. تفضل المال. شكرا. سأقوم بدعوة جميع أصدقائي بسرعة. ما هي الحفلة بدون صديقاتي؟ يا فتيات لنستمتع بوقتنا. الآن سيكون روعة فقط. ما الذي يحدث معها؟ ممنوع الدخول؟ لا نريد أبدا. كم هو صوت عالي. مستحيل أذني. قومي بإيقاف تشغيل الموسيقى. سأتصل بمن يمكنه حل الموضوع. الموسيقى صاخبة جدا، هل ستأتي؟ أنا في انتظارك. بسرعة. مرحبا بك، إلى هناك. سنكتشف ذلك الآن، لا تقلقي. هل هذا هم؟ سأعمل بكل حرفية. يا بنات، أنتن صاخبات جدا، هذا سيء. لدي فكرة، هذا لك. شكرا جزيلا، سررت بالتعامل معكم. طاب مساؤكم. يا له من يوم جيد، أريد أن أرقص وأبتسم. أنا على حق، يجب أن أذهب. مع السلامة.
رأيت كيف تحل المشاكل؟ أنت مرة أخرى؟ فكرة، يمكنني الاستمتاع أيضاً. سترين، حفلتي ستكون أفضل بمئة مرة من حفلتك. كل ما أحتاجه هو كرة أرضية. سوف أريكي. دعونا نحصل على الأقراص. ممتاز، هذا يكفي. الآن أنا بحاجة إلى قطعهم إلى قطعة صغيرة. يجب الحرص على عدم قطع نفسي. نعم، جاهزة. الآن الكثير من المربعات اللامعة، سألصقها على الكرة الأرضية. واحد تلو الآخر، هكذا. لنديره، جاهز وهو جميل. الآن بحاجة إلى تعليقه هنا. مذهل، سررت. الآن الأقراص المتبقية ستزين الحائط. ألصقهم بلطف هكذا. ولدي مكبرات الصوت هذه، رائعة. سأقوم بتشغيل موسيقي المفضلة بأعلى صوت ليستمع إليها الجميع. هل تحبون ذلك يا أصدقائي؟ ما هذا؟ يا لها من حفلة رائعة، نحن بحاجة إلى الذهاب. مرحبا، هل ممكن أن ندخل؟ بالطبع، انضموا إلي. هذه حفلة شيء رائعة. كيف هذا ممكن؟ أنا بحاجة لبعض الضوء. الكتاب ممتع جدا. ماذا؟ الضوء يومن؟ هذا ليس جيدا. لقد انطفأ. هيا أعمل. ماذا أفعل الآن؟ واو، لدي صندوق من المصابيح. كم يوجد؟ هذا يمكن أن يفي بالغرض، أو يمكن استخدامه لشيء آخر. سأضع كل المصابيح على الأرض. هذا الصندوق لا نحتاجه. هكذا. أما هذا فنحن نحتاجه حقا. بتعبير أدق، السلك. والآن بحاجة إلى إرفاق كل المصابيح به. جاهز، أحسنت عملا. ماذا تفعل؟ الآن سأعلق إكليلا حول محيط السرير. اتضح أنه جيد. ما هذا؟ نعم، إنه فقط جميل جدا. مشرق للغاية. الآن يمكنني قراءة كتابي. واو، أنا أريد ذلك أيضا. أحتاج إلى التوصيل بشكل عاجل. مرحبا، أنا بحاجة إلى مساعدتك. أريد إضاءة هذا السرير. لا مشكلة، أحضرت كل ما تحتاجيه. سيكون السرير الأكثر إشراقا. سترين، نشغله. جاهز. رائع، هنا أموالك. شكرا لك. لا، هذا مرعب. كل شيء يحترق. سريري، ماذا أفعل؟ أنا خائفة. نحن بحاجة إلى إطفائه. لا تقلقي، سأنقذ سريرك. انتهينا. كان ذلك مخيفا حقا. أدعوك إلى سريري إذن. حسنا، سآتي. ماذا علينا أن نفعل؟ لديك مكان لطيف جدا والألعاب لطيفة. نعلن السلام. بالطبع. حسنا، قفي. من أنت؟ ولماذا أتيت؟ أنا طبيبة، إنه فحص مقرر للسجين. ماذا يوجد في الحقيبة؟ انظري، ربما تريدين تجربته. لا لا. إذا سوف أذهب للمريض الآن. هذا مريض؟ مضحك جدا. هاي أليكس، أنت مريض. أنا لا. نعم، كم أشعر بالسوء. قلبي ينزف، معدتي تؤلمني. ما هي مشكلتي؟ إنه حقا بحاجة إلى المساعدة. هيا. أخيرا جلبتيه. نعم، لقد وجدت طفلك الصغير. أنقذني القاع المزدوج لهذا الصندوق القديم الجيد. هنا، أمسك. واو، لكن هذا ليس دروجك. أوتشي، خذيه بعيدا، لدي حساسية من القطط. أوتشي، أوتشي. واي، حسنا، أنا الآن أعاني من الحكة. يبدو أن القطة وجدت صديقا آخر. لقد ذهب للقبض على الفأرة. حسنا، ماذا هناك؟ شيء ما يتحرك.
حيوان في مكان ما. أوه. ليس ما كنت تفكري به. جينجر، لا تركض بعيدا مرة أخرى. آسفة، كان هناك سوء تفاهم. أنا ذاهبة إلى المنزل. هؤلاء الأطباء، سأجدكم جميعا. توقفي. مرحبا، لقد جئت للتنظيف. لابد لي من فحصك. يبدو كل شيء على ما يرام، لكن هناك شيء خاطئ هنا. بالضبط، دعيني أرى ماذا في الدلو. في الدلو؟ ما الذي تتحدثي عنه؟ بشكل عام انظري كم هو قذر هنا. دعيني أمر. فقط كوني حذرة. هل تعتقدي أن هذا كل شيء؟ لم أنتهي من مراقبتك بعد سيدة التنظيف. أليكس، ألقي نظرة، لقد وجدت طفلك المدلل. هذه المرة كان علي أن أحمله في الدلو. هل هذا الصغير الذهبي لك؟ أمسك. ذهبي، إنها سمكة، بالطبع ليست لي. فقط لا تصرخ. أوه، لقد سكبت كل شيء. يجب القيام بشيء ما بشكل عاجل. أنا آسف، لكن ليس لدي خيار آخر. ماذا يحدث هنا؟ سمعت صراخ. أليكس، ما الخط؟ للتو استخدمت المرحاض. أنا فقط أعاني من عسر الهضم. أوه، لماذا لم تقل على الفور؟ دعينا نذهب، هذا محرج. لقد ذهبوا. واو، الأسماك متاحة للغاية هناك. متى سأجد دروج خاص بي؟ أنا حقا أفتقده. لن أسمح لأي شخص آخر بالدخول. كي، خذ هذا على كل شيء مني. مرحبا، لدي تجديدات. كما ترين، أحضرت معي حقيبتي الكاملة من الأدوات. أظهر ما لديك بالداخل. بسهولة، كل ما أحتاجه هنا. بالفعل حقا. أوه، أثناء وجودك هنا هل يمكنك مساعدتي؟ ساق الكرسي مكسورة. بالطبع. سيساعدني الشريط اللاصق الأكثر شيوعا. لا يوجد شيء أكثر موثوقية. هل أنت واثق؟ حسنا. تعال معي وأرني ما هو معطل. كنت أن أصل. ها هو دروجوك. أعتقد أننا وصلنا بالفعل. لا، هيا بنا. لدينا مشاكل في هذه الزنزانة، لا يوجد ضوء على الإطلاق. أحتاج إلى تعليق مصباح كهربائي. أعتقد أنك يمكن أن تفعل ذلك. هاي أليكس، هل تريد تنظيف الزنزانة؟ تحتاج إلى إزالة الغبار. يبدو أنه يجب أن أصنع ثقبا هنا. وكيف نفعل ذلك؟ أعتقد أن المطرقة ستعمل على ما يرام. لا، ليس هذا. أنا بحاجة إلى المثقب. الآن كل شيء سيعمل بالتأكيد. ما هذا؟ لماذا الصوت عالي جدا؟ اهدأ، هناك تجديدات وتصليحات للتو. الحفرة جاهزة، يبقى الآن أهم شيء. سوف أدخل الحيوان الأليف هناك. آمل أن يكون هو دروجوك الذي تحدث عنه أليكس. ما هذا الآن؟ أوه، ماذا حدث لصديقي؟ أوتش. أليكس، ما هذا؟ ماذا حدث؟ أتساءل ما الذي رآه بهذه الفظاعة؟ هل هذا خنزير ذو أذان كلب؟ ماذا يحدث هناك؟ على ما يبدو الخنزير الصغير ليس بالضبط دروجوك. سأبحث أكثر. الرائحة كريهة، حان الوقت لغسل حذائي. ما
بهدوء، الطفل نائم، جئنا لنرى أبيه. توقفي، أولاً أثبتي أنك تعرفين. ها هي صورتنا. إذن لا توجد أسئلة، هل يمكنني اللعب مع الطفل؟ لا، إنه نائم. بالطبع، إذن هيا تفضلي. أليكس، أنا هنا مرة أخرى. ماذا؟ ألم تعرفني؟ إنه أنا يا عزيزي. هذه المرة بالتأكيد أحضرت لك دروجون. انظر، هل هذا هو؟ صغيري دروجوك، أخيراً رأيتك. تعال إلي يا عزيزي، لو تعرف كم اشتقت إليك. لدي هدية للطفل. إذن ماذا يحدث هنا؟ هذا كثير جداً، طفح الكيل، لكن في النهاية أمسكتك. الآن سوف تجلسي في نفس مكان أليكس، هل هذا مفهوم؟ من فضلك أنا لست مذنبة. ما هذا الزي؟ لا أريد، رهيب. هل أنا في السجن؟ أرجوك اتركيني. لا، استمتع يا طيور الحب. لا، أنقذوني، ساعدوني. مرحبا بالجميع. يا له من آيس كريم، ولذلك أيضا. من هناك؟ مرحبا أيتها الجميلة، كيف حالك؟ يا له من وسيم. ماذا بك؟ تجمدت؟ رائع، أعتقد أنني سأتناول الآيس كريم. هاي، ألا تشعر بالخجل؟ إنه ملكي. رائع، الآيس كريم لي الآن. مذهل، لذلك من السيء أن تسرق ممتلكات الآخرين. سيء لكن لذيذ. من فعل ذلك؟ حسناً، لا مشكلة، سأعلمكم جميعاً درساً. فقط حاولوا سرقة شيء آخر. يقترحوا تعرفة ما بالداخل. موافقة؟ هل هذا كل شيء؟ بسكويتة واحدة لثلاثتنا؟ لا يكفي، ماذا سنفعل؟ أعتقد أنني أعلم، حان الوقت لتوزيع البطاقات. لن أتذوق البسكويتة. هذا سيء، ما لم أفعل ذلك بسرعة. لا، لا تلمس بسكويتتي. الآن أنا سأسحب البطاقة. هاي، يمكنني أن أقدمها. حسناً، هذا يعني أنني يجب أن ألعقها. أردت أكلها. فقط حلفني الحظ اليوم. على الرغم، لدي فكرة. سماثة، هل يمكنني أن أكون الأولى؟ هيا، لكن لا يمكنك الأكل. قد لا أكل، لكنني سوف ألعق ألذ حشوة بيضاء. ماذا؟ لم تتركي لي شيء. لا تقلقي، أعددت لك بعض اللعب خصيصا لك. هنا، خذي، شهية طيبة. بالمناسبة، لدي لعب جيد جدا. يا له من كابوس، هذا مقرف. مقزز، مقزز، وكأن كلبي العقلي من فمي. مهلا، وماذا أفعل به؟ مقرف. هل وقت الفتح؟ دوري هذه المرة، دعنا نرى ماذا هناك. يبدو وكأنه صبار. ربما ستكون شوكولاتة، بحجم التأكد. مؤلم، إنه حقيقي. مهلا. ما له من رعب، إنها إبرة. أعرف كيف يمكنني مساعدتك. لدي لصاقة هنا، هذا ما نحتاجه. شكرا لك جاك، أنت رجل حقيقي. يبدو أن الوقت قد حان للبطاقات. كلا. هاي، لقد فزت، لن ألمسه. لابد لي من لعقه. وأنا قد مت. فظيع. نعم، لاحظ لديك، وخاصة أنك الأولى. أنا؟ لماذا؟ أنت أولا. لا، أنت. يتشاجرون مثل الصغار. هذا لك. لا لك. هذا يكفي. ربما حل المشكلة أسهل بلعبة حجرة ورقة مقص. أوكي، إنها فكرة جيدة. حجرة ورقة مقص. هيا،
لقد فزت. خذ جاك، أنت أول من يلعب. بصراحة سهل. كم هذا مؤلم. جاك المسكين. إيه، إنها مجرد خدعة. في الحقيقة اللسان ليس حقيقيا. أنت غبية. الآن عليك أن تلعق صبا بشكل حقيقي. حسناً سأحاول، لكن لماذا المخاطرة؟ لدي فكرة عن كيفية جعل الصبار غير مؤذي تماماً. بالتأكيد لن يكون شائكاً. مهلاً، احذر. وماذا لك كانوا يطير في اتجاهنا؟ أنا كل في الدبابيس والأبر. جاك، انظر أين تحلق. لا تتذمروا، الآن يمكنني لعق الصبار بأمان، ويمكنك أن تقدميه يا أمبر. أعطيني، سوف أجرب. الأبر ما زالت علي. مقرف، حتى الصبار المحلوق طعمه مقرف. مقزز. لماذا علي؟ لماذا أنا؟ إنها أمبر. ماذا؟ هناك رائحة؟ يبدو أن هناك رائحة تنبعث من الغطاء. نحن بحاجة لمعرفة ماذا يوجد. أوكي. هذا ما كنت أخاف منه، إنها سمكة. مقرف. السمك مثير الإشمئزاز. لنفتح البطاقات. اللعنة علي أن ألعقها. هاي، أنا لن أفعل شيء من حسن حظي. ما كان ذلك؟ لا يهم. أوكي. اتضح أنني يجب أن أخدمها. لا لا لا، أوافق. نعم، عليك ذلك. حسناً، فليكن، سأكون الأول. الأمر أصعب مما كنت أعتقد. أنا خائف. لكن يجب علي أن أستطيع. دقيقة واحدة. لن ننتظرك هنا، سوف أساعدك. نفس الشيء، لكن حقا أسرع. مقرف، مقزز، وغيد. كيف تجرؤين؟ سوف أساعدك أيضا. هنا، خذي كل أسماكك. أخدمي. ماذا فعلت؟ لم أكن مستعدة. سأمرض. مقرف، يا لها من رائحة كريهة. لكن هذا ليس كل شيء، لا يزال لديك نصف السمكة. اتركني وحدي. هذا مؤلم، لماذا فعلت ذلك؟ حسنا، لنفتح. دعونا ننطلق. واو، يا لها من كعكة ضخمة. أنا بالفعل أريد أن أكلها. لكن لا يزال الوقت مبكرا. البطاقات أولا. هم بالفعل جاهزون، لنوزعها. رائع، أستطيع أن ألعق كل شيء. هاي، سوف أكل. حسنا، لا يمكنني فعل أي شيء. يجب أن أعاني دائما. سوف أتذوقها أيضا. لذيذ، كنت لأكلها إلى الأبد. أبعدي يديك، هذه ليست كعكتك على الإطلاق. لن تشارك. ليست كافية لي. ربما يكفي. في الواقع هذه كعكتي أيضا. لذيذ جدا. يكفي، المشاركة ضرورية. ماذا تفعلين؟ كريمة على أنفي. مذهل. كنت على حق، الكعكة فقط رائعة. هاي سامانثا، هل يمكنك مشاركتنا أيضا؟ ماذا؟ لا، هذه كعكتي. إذا خذي هذا. ماذا فعلت؟ حسنا، هذا كل شيء، سترى. لا يجب أن تكون معي هكذا. أهلا. لم تصيبيني. ما هذا؟ في رأيي حتى أنه يناسبك. أتساءل ماذا بالداخل؟ يبدو لا طعم جيد له. هذا فقط فظيع، يا له من مقرف. حسنا، أنا سأكل أيضا. هاي، أنا سعيدة الحال. أوكي. لن يكون اللعق بهذه الصعوبة إذا قمت بتسكير أنفي.
مخي. هذا ليس مخيفا. وإذا قمت بإزالة مشبك الغسيل، هذا كل شيء. مقرف، مرعب، أعيدي. كمان جاك، أنت الآن. أوه لا، لا أستطيع أكله، هذا مقزز. لكن لابد لك. لماذا أنا غير محظوظ؟ كيف ذلك؟ لا طعم له. أخيرا الهواء النقي. نعم. لا تفرح مبكرا، شيء ما ليس جيد بالنسبة لي. أولا، تلك الرائحة الكريهة مرة أخرى، ساعدوني. أنا أسقط، أنقذوني. أوبس، هذا ليس خطأي. كمان لنرى معا. رائع، هوبا بوبا. نعم فعلا، يبقى فقط توزيع البطاقات. ماذا لدي؟ حسنا، لا أستطيع حتى أن أكل. ويمكنني أنا أكل العلكة، كم هذا جميل. حسناً، لا علي أن ألعق العلكة. هنا، أمسكي، ستكوني الأولى. رائع، أتمنى أن تكون لذيذة جداً، حتى على اللسان. على الرغم، لماذا نضيع الوقت على التفاهات؟ يمكنني أن ألعقها كلها. What? بالتأكيد سيكون طعمها أفضل. أنت تفسدينها، ربما هذا يكفي بالفعل. أعطني إياها. حسنا، الآن لعبك يسيل على كل شيء، لكنها كانت لذيذة للغاية. لا، لن أكلها، هذا مقزز. What? مهلا، وماذا علينا أن أفعل؟